اسمها. طيب مد عليه نايف رفيدي والنايف. شو مسوي نايف؟ تعرف اللي عليك شو؟ كم؟ تعرف ايش قضيتك اللي عليك؟ لا ما اعرف. يلا عرضوا له يا شباب الفيديو خلينا نشوف. يلا اقرا يلا. سيدي القاضي ترك الدوسري، قضيتي ضد فريق البيرق قام نايف الرفيدي بركوب فوق الباب امام البث، استغفر الله. ونحن نعلم ان هنالك اطفال يشاهدون ويمكن يقلدونهم لا سمح الله. القضيه لصالح فريق الشرف. طيب وش هي انت؟ وش اللي اين الدليل؟ يلا اعطوه الدليل يا شباب. ها عرضوا له الدليل. انزل انزل. ليه؟ انا اقول لك لا تقول ليه. انا ولا تبغى تفوز؟ والله ما تفوز. انزل انزل والله. كتب كتب. انزل انزل. ترميني. ذبحتني ذبحتني. الله يعطيك الف ضبخ. ذبحتني. لا ما لا ترميني لا ترميني. يا لا تهوشون يا عيال. طيب امسكني امسكني تكفى. كلكم بايزين. يا الصلاح والله. انزل انزل نزلني 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 صدق. امسك النظارة. حياك الله وبياك واجعل الجنة مأوانا ومأواك. اهلا بك وبعودتك وبالانجليزي والكمباك. اخلص علينا يلا. سيدي القاضي، المدعية سكرة رفعت علي القضية وتقول نايف الرفيدي طلع فوق الباب، هذا الشيء غلط. أنا لم أطلع فوق الباب منذ ولدتني أمي. طيب واللي قبل شوي هذا ليس باب، هذا جدار. شو الفرق يعني؟ الباب باب والجدار جدار. فأنا طلعت فوق الجدار من باب إني أحيي فقرة أخوي جبر المدارية، والحمد لله يعني كان يعني الحمد لله. شلون يعني هذه مخالفة تطلع فوق الجدار؟ القضية تقول النايف طلع فوق الباب، لو قالت فوق الجدار اعترفت وقلت خذي القضية، ولكن يعني أنا أعترف. فرحان طلع فوق الجدار هي نفسها. طيب عجواليك عجواليك. باقي عندك شيء؟ لا. سيد القاضي صل على النبي قل لا إله إلا الله. لا إله. ما طلعت فوق الباب. المدعية سكرة تقول إنها نايف طلع فوق. حسبي الله. طيب يلا خلاص. طيب القضية تكسبها سكرة على نايف، يخصم منها 2500. طيب القضية الثالثة برضو من الجمهور، ترفعها حصة على نايف. تعال يا نايف تعال.